الجوازات السعودية توضح عن مخالفة حظر التجول، هل تمنعه من تأشيرة الخروج والعودة أم لا؟ فلنشاهد التفاصيل. أكدت الجوازات السعودية على شرط خلو سجل المقيمين بالمملكة من المخالفات قبل طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة. وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي في تويتر في معرض ردها على استفسار من أحد المقيمين أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات ليتمكن من المغادرة. جاء ذلك ردا على استفسار مقيم قال فيه أن عليه مخالفة حظر تجول، هل يمنعه تسجيل المخالفة من السفر؟ وكان قد فرضت وزارة الداخل السعودية على جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة قرار حظر التجول خلال الفترة المحددة لكي لا يتعرض للعقوبة القانونية، وقالت إنه سيعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قيمتها 10,000 ريال سعودي على أن تضاعف الغرامة في حال تكرارها. وكانت السعودية قد فرضت إجراءات صارمة في مارس لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، تضمنت فرض حظر التجول كامل على مدار الساعة في معظم البلدات والمدن، ولم يسمح بالخروج خلاله إلا لشراء الاحتياجات الأساسية أو لأسباب طبية طارئة.